قصر البلد حكاية ما بتنتيش. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا مشاهدي قناة مصر البلد، اهلا بكم في كل مكان وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم حكايات بلدنا، معكم محمد طاهر. الاول عايز اقول لحضراتكم وحشتونا جدا، وحشتونا جدا. اسبوعين لم نلتقي خلالهم بحضراتكم من بعد اجازة عيد الفطر المبارك. يا رب تكونوا استمتعتم بأجازة العيد. طبعا كمان عايز اقول لحضراتكم ان ميعادنا الاساسي السادسة من كل سبت اسبوعين، لكن نتيجة عدم انتظام الخريطة وعدم انتظام المواعيد بعد اجازة العيد النهاردة طالعين متأخر مدة زمنية، وان شاء الله يعني ابتداء من الاسبوع الجاي هيكون في انتظام في مواعيد عرض البرنامج خلال السادسة مساء. كالعادة كعادة البرنامج النهاردة بنستمر مع حضراتكم في عرض يعني اكتر من فقرة داخل المناطق الصناعية، فقرة صناعات بلدنا اللي اعتدنا فيها يعني لقاء اكبر عدد من المستثمرين لنقل رؤى مختلفة ومتعددة تتعلق بالاستثمار المصري والصناعة. كمان النهاردة هيكون معنا فقرة خاصة من مصيف جمصة، ويمكن السنة اللي فاتت على مدار أكتر من حلقة تناولنا فيها مشاكل المصيف، اللي قلنا في الحقيقة هذا المصيف يعني ظل مقصدا لفترات طويلة لكل المصطفين في الدلتا وفي القاهرة، حتى أن كبار الفنانين كانوا يقومون في الحفلات سنويا، ويمكن كنا بنشوف في حالة منذ سنوات لم نعد نراها الآن نتيجة يعني تخبط أو كثير من القرارات الإدارية المتعاقبة التي أدت إلى تطفيش المستثمرين. طبعا النهاردة الذكرى الخامسة لثورة 30 يونيو. البعض سألني قبل الهوا بتحضروا ايه وهتقولوا ايه في 30 يونيو، لكن انا فضلت الابتعاد، لان كلامنا في الحقيقة او اي تقييم موضوع النهاردة الظروف الاقتصادية او الظرف العام اللي بتمر ببلدنا لن يكون على هوا المزايدين. بمعنى صحيح النهاردة بنشوف مشاريع، شفنا مشاريع قومية عملاقة في كل مكان، شايفين نهضة في الحقيقة متمثلة في عدد من الطرق الحديثة، لكن على المستوى الآخر عايز أقول الشارع بيصرخ. الشارع بيصرخ في الحقيقة، وهو حد يعتقد للوهلة الأولى أن صفر المونديال هو السبب الرئيسي على الإطلاق. يمكن حياتنا مليئة بكثير من الأصفار في كل المجالات. ليه بقول هذا الكلام؟ بقول هذا الكلام حضراتكم لأنه في الحقيقة بلتقي مثلا على سبيل المثال في الصناعة
بمصنع بمنتج، بقول له اخبار الصناعه، يقول لي فين الصناعه. بسال حد قائم على انتاج محلي بيصرخ ويقول لي الحق الانتاج، المنتج المحلي بيتضرب. بسال صاحب مصنع يقول لي اقسم بالله انا بفكر النهارده ان انا اسرح نص العماله. بسال حد مستورد، بسال حد مستورد وتحول للتصنيع اخبار الصناعه ايه، يقول لي انا بندم ندم شديد على الدخول في معترك الصناعه. ليه؟ النهارده المنتج المحلي بيضرب لان المنافس المستورد بيدخل الاسواق. النهارده ارتفاع اسعار غريب، الشارع كله غني قبل فقير بيئن ويصرخ. فده التقييم اللي ممكن يزعل البعض مننا. علشان كده اي حد بيسالني هتقول ايه في ثوره 30 يونيو؟ او ايه كلامكم النهارده المتعلق ب 30 يونيو؟ بقول له كل سنه وانت طيب وبعد الايام. طبعا دي بالسخريه. النهارده انا بقول كل سنه وانتم طيبين من باب التهنئه. لما بنقول ان الدوله بتطلب، او الدوله في الحقيقه النهارده بترفع الدعم. الدوله بتزود في اسعار الطاقه لان محتاجه فلوس في الحقيقه لانعاش ميزانيه الدوله، مش عيب على الاطلاق. لكن العيب ان احنا نشوف مشاهد كتير واماكن ممكن يجي والله والله منها ملايين ملايين تنعش خزينه الدوله، لكن هذه الاماكن يعني يمكن لا احد يقترب منها، او بالاحرى ممنوع الاقتراب او التصوير منها. وانا اقول لحضراتكم النهارده امثله، يعني يمكن اكتر من مره اتكلمنا على الاقتصاد الغير رسمي اللي بيمثل في الحقيقه 40% من اجمالي الاقتصاد في مصر. ايه هو الاقتصاد الغير رسمي؟ يمكن كل المنشآت، المصانع، المزارع، المنشآت التجارية اللي موجودة خارج الاقتصاد الحكومي. طبعا الناس ديت لا تراخيص ولا بتدفع ضرائب ولا بتدفع ولا أي التزامات تجاه الدولة، لكن على طول في دفع مستمر تحت الترابيزة أو تحت الطاولة للموظفين. طب ما الدولة، يعني الدولة أحق بالفلوس دي؟ ليه النهاردة الدولة ما بتفكرش ترخص، تسعى ان هي ترخص وتذلل كل العقبات امام هذه المنشآت وتستفاد بكل الفلوس اللي راحه للموظفين؟ وده يعني في الحقيقه مصدر من مصادر الدخل، واحنا عندنا اعتقد مصادر لا تعد ولا تحصى. عندنا على سبيل المثال، انا هوري حضراتكم ويا ريت الزميل احمد امين يعرض لنا الفيديو الملتقط النهارده في مصيف جمصه، وده في الحقيقه بيمثل مثال صغير اهدار المال العام في مصر. مركز قومي زي ما انتم حضراتكم شايفين ده المركز القومي للشباب، تابع لوزاره الشباب والرياضه في مصيف جمصه. شوفوا حضراتكم المساحه قد ايه، اهي المعسكر القومي. دي مساحه موجوده ومهدره يمكن 11 سنه مغلقه زي ما انتم شايفين كده. ده النهارده انا بقول على الهوا هديه، هديه للسيد وزير الشباب والرياضه. مكان زي ده ليه ما بنستفادش منه؟ مش دي ملايين؟ مش دي مليارات مرميه على الارض؟ لكم حضراتكم ان تتخيلوا ان انا سالت هناك في مدينه جمصه او مصيف جمصه، المكان ده مقفول بقاله قد ايه؟ الناس قالوا لي بقاله 11 سنه. لكم حضراتكم ان تتخيلوا ان هذا المكان اصبح مكان لتربيه الاغمام والماعز والمواشي، المركز القومي للشباب اللي كنا بنشوف فيه افواج من الشباب بيروحوا جمصه هناك لاقامه معسكرات الشباب. في الحقيقه بيساهموا في انعاش الحاله الاقتصاديه للبلد، بيساهموا في انعاش السياحه هناك. لكن هذا المكان بقاله 11 سنه زي ما حضراتكم شفتم محلك سر مقفول بالجنازير. يمكن الغفير اللي هناك بيجيب بقى المواشي والاغنام لتربيتهم وبيجوا الموظفين. وانا اقول لحضراتكم ان في موظفين كمان على قوه هذا المكان لا زالوا بيقبضوا الاف الجنيهات شهريا، بيروحوا يمضم ويمشوا. طب ليه ما حدش بيفكر في المكان ده؟ ليه؟ يعني انا النهارده على الهوا مباشره بقول السيد وزير الشباب والرياضه ان ما كنتوش عايزين هذا المكان، اتفضلوا حضراتكم سلموه لمحافظه الدقهليه، اتفضلوا بعوه كاستثمار عقاري، كاستثمار عقاري بمليارات. وانا عارف ان الدوله في حاجه الى هذه المليارات، لكن يفضل كده حرام. لكن يفضل كده النهارده واحنا قاعدين ندوس على الناس ونقول لهم الدوله في ظروف صعبه، يبقى حرام.
مشاهدينا هنروح مع بعض لأول فقرة النهاردة. أنا طبعا مش هتكلم وهعقب على التفاصيل اللي دارت بخصوص هذه الفقرة، لكن هنعقب بعد ما نشوف زيارتنا النهاردة لمحافظة الإسماعيلية ولقائنا هناك مع أحد المستثمرين، لقاء ظرف الحقيقة عن صناعة مهمة جدا، صناعة العصائر الطبيعية. تعالوا نروح مع بعض مشاهدينا نشوف اللقاء ونرجع تاني. الاستثمار الزراعي في مصر هو المفروض ان هو اهم الاستثمارات الموجودة في مصر، بس للأسف احنا ما فيش اي توجيه ليها، لان احنا ما عندناش وزارة الزراعة من الاساس. بالنسبة للمنتجات اللي بننتجها ما فيش اي خريطة زراعة موجودة في مصر تحدد الانتاج وايه اللي يصلح للتصدير وايه اللي لا يصلح. لا، ما عندناش اي توجهات ولا من الداخل ولا من الخارج. كل تشغيل مصر هو تشغيل اجتهادي وطلب الدول الخارجية لنا. انما بالنسبة هنا في مصر احنا عندنا كوارث كتير. احنا المنتج اللي بترفض ان هو يتصدر هو بيتباع في مصر، والمفروض ان هو اترفض ان هو بيتحفظوا عليه. لا، العكس بيتم. المنتج اللي الناس ما تاكلوش بره، لا احنا هنا المفروض ان هو بيتوزع في السوق المحلي. احنا بنصنع عصائر فرشات طبيعي 100%، ما بنضيفش اي شيء على المنتجات. طبعا عندنا لازم ناخد الثمره كامله نمو 100% وبجوده عاليه جدا عشان نقدر نطلع منها طعم كويس جدا للعصائر الفريش. احنا بنلاقي مشاكل كبيره بدايه من الانتاج. المانجا مثلا، صنف زي المانجا المفروض ان هو بيبتدي ينزل من الشجر مستوي 100% من بداية يوم 5/8، لا احنا بنلاقيه في السواق موجود مثلا من بداية 15/6. طبعا كل ده بيترش بطريقة غير صحية، ويبتدي بعد كده ينزل السوق عشان يجيب اسعار عليه. بنيجي نبتدي عايزين المنتج من السوق المحلي من يوم 5/8، بنلاقي لا الاسعار اعلى، فبقى عندنا مشكلة. يا اما ناخد منتج غير صحي من الاساس، يا اما ناخد باسعار عاليه. طبعا احنا بنختار ان احنا ناخد باسعار عاليه عشان جوده المنتج. دي اول مشكله، ده صنف المانجا، وهكذا في جميع الاصناف، لان احنا ما عندناش اي رقابه صحيه على المنتجات الزراعيه. الحل بسيط جدا، لو كل سوق في مصر اتعمل عليه لجنه زراعيه بمعمل تحاليل صغير للمنتجات، صالح اتفضل، احنا مش عايزين غير الصالح. غير صالح لو اي عقاب ليه في خلال يوم او اتنين او ثلاثة، مصر كلها كل مزارعين مصر هتسمع الجزئية دي، هتوقف الموضوع في خلال 3 ايام، وهتوقف كوارث على المجتمع كامل. دي يعني حاجة سهلة جدا، والمفروض ان يكون في رقابة على كل مزارع. وطبعا احنا ما عندناش وزارة زراعة تشتغل بالطريقة دي، بس خلينا في ساعة الحصاد لا على كل سوق، ده المكان بتاع البيع الرئيسي للمنتجات. لو في لجنه تحاليل بتحلل المنتج قبل دخوله السوق، لا الوضع هيختلف. طب لو هو مخالف، لو اتخذ منه البضاعه وابتدى تعمل له محضر، اي طريقه العقاب، لان هو مش بيضر بنفسه، ده بيضر بكل المجتمع، بيضر بابني وبابنك وبكل الناس. بنحاول نجيب من جناين ليها برنامج رش موحد و جودتها عالية، بس للأسف بتيجي بأسعار أعلى من السوق المحلي. وبرضه بنحاول ناخد الثمرة كاملة النمو في التوقيت كاملة النضج بتاعها، بس عندنا مشكلة الأسعار. ومن ضمن مثلا الأصناف ابتدينا نوقفها بسبب الجزئية دي، لأن المنتج المفروض إن هو بينزل في السوق المحلي ليه تايم معين الإنتاج. طول عمرنا نعرف إن المانجا مثلا محصولها شهر في المحافظة، لان النهارده في كذا محافظه بتنتج مانجا، في بيجي منها بدري وفي بيجي منها متاخر. لا، انت النهارده المانجا بتنتج، لا بتنتج 4 شهور، لان بتترش 3 شهور والمحصول نفسه بينتج في شهر. فطبعا الناس لا تعلم الامر ده. هو كل اللي يعلمه الناس ان مفيش فاكهه في مصر بقى ليها طعم،
من بطيخ، من اي فاكهه في مصر، لا اللي داقه من او اللي يعرف طعمه من سنين النهارده لا الوضع مختلف. وطبعا كل شخص عارف المعلومه دي، وفي ناس كتير بطلت تاكل حاجه مصري خوفا من الرش، وطبيعي بيبقى طعمها مش كويس فبيضطر ان هو يجيب المستورد. طيب حضرتك بالنسبه لعصير الفريشات، هي عصير بيبقى منتج طبيعي 100% وبدون اي اضافات. الاضافات الطبيعيه بتاعتها اللي هي السكر والميه. المصفه الاخيره قالت لا، ما فيش حاجه اسمها عصير، العصير ده هو اصل اللب للتشغيل، هو المستخلص من الثمره. طيب اوكي، قال لك لا ما ينفعش تضيف عليه حاجه، العصير يبقى عصير بيور. انما العصير المضاف عليه سكر وميه ده بيسمى نكتار. فاوريدي سمينا المنتجات بتاعتنا نكتار، لما بتروح المعامل لا بتتعامل على اساس ان هي منتجات معلبه. المنتجات المعلبه لازم تكون مبسطره، احنا كعصير فريش ما نبسطرش، لان احنا لو بسطرنا طعم المنتج نفسه هيتلغي 100%. فكل المنتجات اللي بتروح المعامل من اي مصنع فريش في مصر لا لازم تيجي غير مطابقه للمواصفات القياسيه المصريه، انما تيجي صالحه 100% للاستهلاك الادمي. حضرتك احنا لو اتكلمنا قلنا ان احنا 300 مصنع بس، هو ممكن يكون في فوق ال 1000 مصنع في مصر، لو اتكلمنا احنا في 300 مصنع بس، اقل مصنع بياخد من 1000 ل 1500 طن. لا احنا بنتكلم في ارقام، لو 300 مصنع في 1500 بنتكلم في 450 الف طن خامه مصريه بتساعد على تشغيل العماله. احنا محتاجين الاماكن اللي موجوده مش شغاله، اللي الناس اخدها بقى لها سنين وبتبيعها بارقام فلكيه النهارده، لا محتاجين رقابه عليها، محتاجين المصانع كلها تشتغل، محتاجين نكون منطقه صناعيه بجد، لان هنا المنطقه الصناعيه في اسماعيليه نسبه التشغيل بتاعها في حدود 5%، وال 95% اماكن كلها موجوده لاصحابها بقى لها سنين ومحدش بيشتغل ومفيش رقابه عليها. وفي نفس التوقيت النهارده احنا بنعمل في كل محافظه جديده منطقه صناعيه بتكلفه لا احنا عندنا نسبه الفراغ هنا كبير جدا. يعني هنا في اسماعيليه بتعمل منطقه صناعيه ثانيه في اسماعيليه الجديده، بتعمل في منطقه اسمها ابو خليفه، في حين ما هي المنطقه الصناعيه في اسماعيليه نفسها فاضيه. طب كل ما حضرتك بتتكلم على قطعه ارض او على تشغيل، لا كل محجوز او ناس شارياها بس ما بتتمش فيها التصنيع، احنا محتاجين كله يشتغل. لما بقول ان الناس محبطه مش من صفر المونديال فقط، عندي حق، مش متشائم والله، لكن في الحقيقه عندنا اصفار كثيره في كل المجالات. صفر في الزراعه بجداره، صفر في الصناعه بجداره، وصفر في مجالات كثيره، يعني لا وقت للتطرق اليها الان. زي ما شفت حضراتكم وسمعتوا بنفسكم، قائم او احد اصحاب مصانع العصائر الطبيعيه، اتكلمنا عن الثمره والزراعه التي تخرج الى الناس دون اي رقابه. اللي بيحصل طبعا الفلاحين او بعض المزارعين بيتم استخدام عاملات الرش او المبيدات المسببه لاكثر الامراض خطوره، ورش والكل بياكل وماشيه وخلاص. طبعا المساله الثانيه اللي لفتت نظر النهارده، واحنا بنقول بنشجع المنتج المحلي وبنشجع الصناعه، عندنا اكثر من 300 مصنع مرتبط بنفس الصناعه، صناعه العصائر الطبيعيه، واحنا عارفين قد ايه بتختلف عن صناعة العصائر المعلبة. فتخيلوا حضراتكم عندنا 300 مصنع وما لهمش مواصفة خاصة، يعني ايه؟ يعني النهارده هذه المصانع بتطلع المنتج، تروح عشان تتاخد عينات للاختبار تطلع صالحة وغير مطابقة للمواصفات. يا صلاة النبي. يعني عندنا 300 مصنع بهذا الحجم وهذا الشكل في مصر مش قادرين يعني نبتكر ونحط لهم مواصفة خاصة؟ طب لصالح مين ده بيحصل؟ هل لصالح الشركات الأجنبية صاحبة العصائر المعلبة؟ ما أنا عايز أفهم، ما احنا ليه النهار قاعدين نتكلم على المنتج المحلي وتشجيعه وعن الصناعة وده في نفس الوقت بيحصل زي ما حضراتكم سمعتوا. أنا طبعا مش هتكلم هنا عن الثمرة وعن الزراعة وعن التفاصيل الزراعية اللي حضراتكم سمعتوها بنفسكم في التقرير، ويمكن اتكلمنا عنها وعن انعدام الرقابة، وقلنا إن في حل بسيط، يعني لجان للرقابة على الأسواق الزراعية بتشوف المنتج الزراعي والثمرة قبل خروجها للنور للناس، بدل ما الناس قاعدة تاكل
والامراض تزيد، سرطان وفشل كلوي ومشي وخلاص. مشاهدينا هنروح مع بعض للزيارة تانية، هنسيب الإسماعيلية ونروح لمدينة جمصة الصناعية وزيارة لمصنع منصور للصناعات الغذائية. هنتكلم معاه في أكثر من مسألة في الحقيقة تتعلق بالمادة الخام وطبيعة صناعة الحلويات وأهم المعوقات التي تواجه صناعته في هذه المرحلة. تعالوا حضراتكم مع بعض نشوف لقائنا في جمصة ونرجع تاني. الصناعة في أي بلد في العالم هي البنية الأساسية لأي بلد، وهي يعتبر كل شيء. فالقيادة السياسية أو الرئيس مهتم جدا بالصناعة، عشان في النهاية مصر بتمر بمرحلة حرجة، وإن هو بيحاول بقدر إمكانه إن يشتل مقومات كل العقبات اللي في طريق الصناعة، عشان الصناعة تنهض بالبلد وتوفر موارد دخل للناس وتوفر عملة صعبة وتوفر حاجات كتيرة جدا جدا للبلد، خاصة ان البلد في حالة بناء ومنتظرين يعني البناء ده يأتي ثماره في الايام الجاية. الحكومة بتجتهد، القيادة السياسية بتجتهد، اصحاب المصانع بيجتهدهم، لان احنا في النهاية لابد ان احنا نبني بلدنا وننهض ببلدنا. فالامر الصعب ما هيعدي هيبقى خير للجميع. كلنا احنا بنسعى ان احنا نشوف الصعوبات اللي موجوده في السنوات اللي فاتت ديت ونتلاشاها، اما في صعوبات كتيره جدا جدا، وعلى الجميع، على الحكومه وعلى الشعب وعلى المصانع وعلى كل الناس. بس الناس زي ما قال الرئيس احنا عايزين نبني بلدنا ومحتاجين ان احنا نبني بلدنا، فلازم نذلل هذه الصعوبات. مش هينفع الحكومه لوحدها ومش هينفع الشعب لوحده ومش هينفع اصحاب لا كلنا ايد واحده بقدر امكاننا، كل واحد يذلل الصعوبات عشان الامور تمشي كلها. مطلوب من الدوله ان هي تذلل الروتين الموجود في الايه في الحكومه، يعني في العمل الاداري بالنسبه للحكومه. لابد ان هي يعني كانوا قالوا ان الاستثمار هيبقى شباك واحد، كل حاجه تخلصها في مكان واحد. برضو كل حاجه في الاستيراد في التصدير لابد الحاجات دي ما تاخدش وقت. يعني الاستيراد مثلا اما هو ما بيجي اي شحنات جايه من بره بتفضل بتحط على في ارض الميناء، بتصرف مبالغ كبيره كلها بالعمله الصعبه. يا ريت العمله الصعبه ديت يستفيد منها البلد، ده بتروح للشركات اللي هي الاجنبيه اللي صاحبه الحاويات. ليه احنا ما نقولش مثلا اول ما تيجي الحاجه نوديها المصنع ونشوف الرسوم ونخليها تحت الاشراف الصحي، ما يقدرش يتصرف فيها الا لما ايه الا لما تيجي الموافقه، بدل ما هي واقفه في الميناء هات مستند كذا، هات بيان كذا، هات من وزاره كذا، هات كل الحاجات. الصعوبات ديت بينتج عنها غرامات بالدولار، والدولار يا ريت لصالح الدوله، لانه لو في صالح الدوله هيصب في النهايه في الدوله، اما لصالح الشركات الاجنبيه اللي هي بتعمل في الحاويات نتيجه الغرامات والحاجات دي كلها. لازم نسهل الامور ديت خالص عشان المستثمر في النهايه، مش بتكلم عشان انا واحد منهم، هتجيله الخامه رخيصه هيبيع ارخص. اما ما تيجي الخامه محمله بالغرامات، خدت بقى حضرتك محمله بالغرامات، هيعمل ايه؟ الغرامات ده هيحملها على السلعه، والسلعه دي داخله المنتج، والمنتج هيغلى، ويغلى يبقى اصبح فوق طاقه الايه؟ المستهلك المصري، ويا ريت اللي استفاد منه المستهلك المصري، اللي استفاد منه الشركه الاجنبيه. كل ما تيجي رساله في اي مكان نفاجأ بكمية من الطلبات اللي غير معلومة، هات بيان من هنا، هات من هنا، هات من هنا، هات من هنا، هات من هنا، وعند اللي يثبت هذا الكلام. فإن شاء الله عايزين مرونة في عملية الاستيراد أكتر من كده، ومرونة في عملية التصدير أكتر من كده.
يعني اكتر من كده، لانها بتصب في النهايه في غرامات وارضيات، وكلها مش في صالح البلد، ده في صالح الشركات الاجنبيه اللي بتاخد الفلوس دي بالعمله الصعبه. الشركه ديت الحمد لله من الشركات الرائده في صناعه الكيك في مصر، وبتعمل الى جانب صناعه الكيك بتعمل منتجات النوجه البار اللي هي النوجه بالفول السوداني، او النوجه بالجوز هند، او النوجه بطعم القهوه، باطعم متعدده، والحمد لله لها اسم كبير فيها، ودخل على مشروع جديد في صناعه الكرواسون. صناعه الكرواسون كمان شهر ان شاء الله هيتم تنزيل المنتج، منتج كله بخبره هولنديه وايطاليه، بمنتج جديد، منتج الكرواسون في السوق المصري، واتمنى من الله ان هو ينجح. يعني القوى الشرائيه قلت في صناعه الحلويات لانها مش منتج استهلاكي، منتج تكميلي. في فرق بين منتج استهلاكي زي الجبنه او الالبان او المنتجات ديت، منتج ده تكميلي. الناس بتفضل طبعا تشتري المنتج الاستهلاكي في الفتره الاخيره بعد ما زادت مستوى المعيشه بعد عمليه تحرير الصرف، فزاد مستوى المعيشه، فالناس بقت عندها اولويات، يعني اولويات في الحياه الكريمه طبعا يهتم بالغذاء الاساسي، وبعدين يتكلم على الغذاء التكميلي اللي هو الحلويات. ففي الحقيقه القوة الشرائيه ضعفت جدا جدا، وما عادش زي البيع بتاع زمان نهائي. في مصانع كتيره فتحت، فلكن يعني ان شاء الله نتمنى في الايام الجايه كلها مزيد ان شاء الله ربنا ييسر الامور، والامور تمشي بطريقه افضل من كده. طبعا في الفتره الاخيره الزيادات اللي جت ديت هتنعكس اكيد على المنتج، زياده الطاقه سواء من غاز او من سولر او من طاقه كهربيه، ديت مش تكلفه زادت مباشره على المصنع وبس، لا، الناس اللي بتنقل هتزود النقل، الناس اللي بتشتري الخامات هتزود الخامات، برضو هيجيب طفرة لا تقل عن نسبة كبيرة في زادت على المصنع، وبالتالي المصنع هيقلل في المنتج بتاعه عشان يقدر ان هو يواكب الاسعار دي. هي جمصة طبيعي ما نقدرش نسويها بالمدن الرئيسية في البلد زي 10 من رمضان او 6 اكتوبر او المناطق العملاقة ديت، لانها هي في منأى عن القاهرة، بس طبعا هي كمتنفس للدلتا كويسة جدا جدا، لان في النهاية انت كمصنع عايز مكان فيه خدمات الكهرباء، فيه خدمات المرافق الكاملة، لكن طبيعي الدولة بتجتهد والمحافظ وخاصة بتجتهد ان هي تخليها زي المناطق العاشر من رمضان وزي 6 اكتوبر وزي السادات، بتجتهد في حدود الامكانيات بتاعتها، لكن طبيعي الخدمات كلها متوفرة، بدأوا الغاز يخش في المنطقة التانية، الخدمات اللي هي مقومات الصناعة يعتبر 90% موجوده، ما فيش اي مشكله خالص. وزير الصناعه عارف الحاجات اللي تتعلق الصناعه زي ما قلت لحضرتك في الاستيراد، يا ريت زي بره ان اي حاجه اي كناتر او اي شحنات تيجي من الخارج توصل من العميل مخزن العميل، ونعمل عليه تحفظ لحايه ما يتم الاجراءات بتاعته عشان نخفف من الغرامات والحاجات اللي بتحصل ديت. توفير، ما فيش في المواد الخام كلها موجوده الحمد لله، ما فيش سكر ناقص، ما فيش دقيق ناقص، ما فيش اي حاجه من دي ناقصه، بس كل حاجه الطرق، برضو احنا في المنطقه بعيده عن التحديث الكبير في الطرق في مصر، يعني في تحديث كبير زي الطريق الاقليمي زي الطريق الحر، احنا بعاد كل البعد في الحقيقه. منطقه جمصه ما فيش فيها الا الطريق اللي كويس، الطريق الدولي الساحلي اللي هو بيربط ما بين دمياط واسكندريه وبورسعيد، اما الطريق الى المنصوره الى وسط الدلتا لا، ده هو طريق اصبح كله مطبات وكله فيه حفر وكله مش عارف ايه. كنا بناخد الطريق لساعه الا ربع من محل الاقامه لحد هنا، دلوقتي دخل في ساعه وربع، لان هو الطريق عايز يتعد تحديثه من جديد، توسيعه، وفي نفس الوقت ايه، لان هيفرق في نقل الحاجات اللي جايه من ميناء دمياط الى الدلتا، وهيفرق في نقل البضاعه لاماكن التوزيع في الدلتا. الخطوط دي عندنا بنبتدي بوضع الخامات في العجانات آليا، العجان يعجن الخامة وتتنقل عن طريق مواسير ستانلس ستيل لأحواض الصب، تنزل مباشرة على سيول التغذية دون ما حد يلمسها نهائي. المهندس الإنتاج الموجود بيحدد سمك وكثافة العجين، يمشي بعد كده اللي يخش مرحلة التسوية، يخرج من الفرن كيك شيت من الكيك مستوي تماما، يطلع على سيول التهوية، يتهوى، ينزل على سيول التقطيع والتشكيل،
ياخد الحشو المناسب بتاعه، كل نوع له الحشو بتاعه، يعمل له عمليه الفولدنج والقفل الثاني اليا، محدش بيلمس حاجه خالص، يتقطع بحال الطول بتاعه حسب الوزن المحدد للقطعه، يخش ياخد الشوكولاته، بعد كده يخش نفق التبريد، يخرج من نفق التبريد ياخد الديكور اللي على الوش من فوق، يطلع من نفق من الديكور على نفق تبريد تاني، يخش على التغليف، محدش بيلمس نهائيا المنتج لغايه ما يخش مكنه التغليف، وياخد الرابنج بتاعه الغلاف اللي موجود بتاعه وياخد عليه تاريخ صلاحيه، بعد كده العمال ياخدوا الشغل ده المنتج اللي خارج زي ما في التصوير باين عند حضرتك، يعبوه في العلب وتتقفل العلب وتطلع الكرتون على المخازن المبردة للسيارات للنقل للجمهور على طول. في كل لقاء في الحقيقة بنزور في مصنع أو بنلتقي بأحد أصحاب المصانع، بيكون هناك عشرات المشاكل. لو قعدنا نتكلم على كل مشكلة بشكل تفصيلي هنحتاج إلى حلقات وحلقات، لكن أنا النهاردة في الحقيقة عندي إصرار على فكرة التركيز على مسألة مصادر الدخل. إذا كنا بنتكلم على إن الدولة محتاجة فلوس بتدور على فلوس، في كل تقرير هنلاقي مشكلة في الحقيقة من خلالها نقدر بحل سريع نوفر مصدر دخل للدولة. زي ما سمعتوا حضراتكم في لقائنا مع الأستاذ فتحي منصور، اتكلم على وجود المادة الخام في المواني لفترات طويلة، طبعا ده بيتسبب في دفع مئات من الدولارات، وراحة فين؟ مش راحة للبلد، راح لاصحاب الحاويات والشركات العالميه. طب فين النهارده ما ندخل الماده الخام وتفضل في المصنع تحت التحفظ والدوله تستفيد بهذه الاموال؟ يعني ايه المشكله؟ والله يا جماعه احنا النهارده يعني بدلا من الضغط على الغلابه والفقراء، هناك مصادر كثيره، مصادر لا تعد ولا تحصى، لكن احنا محتاجين بس نظره من كل مسؤول في موقعه. على العموم مشاهدينا هنفضل مع بعض في محافظة الدقهلية، لكن هذه المرة هنروح لصناعة مهمة جدا وهي صناعة الاستثمار العقاري. تعالوا نشوف مع بعض لقائنا مع المهندس رضا المغازي أحد القائمين على صناعة الاستثمار العقاري بمحافظة الدقهلية، ونشوف قال لنا إيه ونرجع تاني. الرئيس عامل مشاريع طبعا ضخمه وحاجه كويسه في كل مكان في الجمهوريه، وتعود على البلد بخير كبير جدا، بس في مستثمرين كبار طبعا. انا كمستثمر صغير كان نفسي يبقى لي مكان في العاصمه الاداريه، او يبقى لي مكان كويس مثلا في المنصوره الجديده كده كاستثمار. والله هو سياده الرئيس عامل حاجه كبيره في مصر، كبيره جدا، صرح كبير جدا، حاجه كويسه هتعود على البلد بقير كويس وبحاجه كويسه جدا جدا جدا. بس كان نفسي كمستثمر برضو يبقى لي يعني يبقى لي حاجه في البلد، ان انا يبقى ليا كم مشاريع معينه اشتغل في وسط الناس دي كلها، لان المشاريع دي ضخمه. بس والله الاستثمار العقاري في الدقهليه عامه هو استثمار حاجه كبيره جدا في الدقهليه. اسعار طبعا اسعار فيها كويسة، ولكن برضو لها ناس معينة برضو، إن كان في الـ في الـ في الـ في الإبراج أو في الـ أو في الشواء، في أسعار معينة لفئة من فئات الشعب، فئة معينة، وفي أسعار تانية للفئة اللي هي الفئة العالية. فالاستثمار في الدقهلية عامة الاستثمار كويس. لا، حركة البيع والشراء حاليا بسيطة، مش قوية زي الأول. تاني حاجة ان المنصورة طبعا كبلد استثمار فيها ضخم جدا جدا جدا، لان طبعا فيها رجال اعمال كبار، انت معايا ستك، منهم برضو اللي بيبقى شغال بره، في بيروح القاهرة، بيروح هنا، بيروح يعني، بيبقى في اماكن كتير كمستثمرين تقال هم بتوع الدقهلية. كان الله في العون. حتى الاستثمار العقاري، الصناعة الرائجة، تعاني حالة ركود زيها زي باقي المجالات.
هنروح بقى يعني هنسيب الاستثمار العقاري ونروح لمصيف جمصة اللي اتكلمنا على مدار عام سابق في الحقيقة في هذا المصيف وانعدام الخدمات فيه. يمكن بعد تولي المهندسة سحر لطفي مقاليد الأمور هناك اختلفت الأمور نسبيا. هذه السيدة في الحقيقة لا تكل ولا تمل ولا تدخر جهدا في النهوض بالمصيف، لكن الجميع يشكو من عدم وجود سند من الجهاز التنفيذي للمحافظة. تعالوا مشاهدينا نروح مع بعض نشوف لقاءاتنا بمصيف جمصة مع بعض المستثمرين ونشوف قالوا ايه عن المصيف وعن بعض الرؤى التي من شأنها إعادة المصيف كما كان سابقا ونرجع تاني. مشروعنا مشروع شباب خريجين تابع لرئاسة مجلس الوزراء، قرض من الصندوق الاجتماعي حصلنا عليه سنة 97، وطبعا فخر ليا كابن من أبناء الدقهلية إن أنا أنافس الضميطة في عالم صناعة الحلويات، وبفضل الله تعالى أصبح عماد الدين علامة من علامات جمصة، اسم يردد على كل الألسنة، بننافس بالجودة والسعر. حصلت على قرض من البنك الأهلي المصري وتبنونا، يعني انا بشهد بحسن اداره الناس اللي متواجده في البنك الاهلي المصري ووقوفهم جنبنا. معايا مجموعه من شباب الخريجين ومجموعه طلبه جامعيين بيعملوا في هذا المشروع. المشروع ده طبعا ما بيخدمش فرد او اثنين او 10، معايا اكثر من 45 مستفيدين من هذا المشروع، والفضل لله برضه وللصندوق الاجتماعي وللمسؤولين في رئاسه مجلس الوزراء اللي هي راعت الشباب، لان انا برضو حصل على دبلوم تجاره سنه 82 وما رضيتش اقبل وظيفه ولا زوجاتي الاثنين قبلوا اي وظيفه، واعتمدت على ربنا سبحانه وتعالى وعلى نفسي، والفضل لله لوقوف برضو الدوله جنبي هي اللي سهلت لي وشجعتني، والنهارده اسم عماد الدين علم على مستوى جمصه واصبح لنا العديد من الفروع بفضل الله اولا وبفضل الصندوق الاجتماعي والدوله وتسهيلاتها لنا لهذا المشروع. الحمد لله أنا بعتمد على الله أولا وعلى الجودة ثانيا، الجودة قبل السعر عندي، وأنا شعاري دايما أبيع كتير وأكسب قليل، دي أهم حاجة عندي إن أنا أحافظ على زبوني، وعشان أحافظ على زبوني لازم أحافظ بالجودة ثم السعر، لأن الناس النهاردة يعني بتعاني من غلاء الأسعار، والتاجر الناجح النهاردة اللي يحافظ على زبونه بحاجتين، أهم حاجة الجودة ثم السعر. وأنا معروف عني في جمصة إن أنا دايما بدوق الزبون من الشيء اللي انا هبيع له، وعامل عروض على الشراء، يعني مثلا عامل على المشبك مثلا 5 كيلو مشبك عليهم كيلو هديه. طبعا المصيف يقول لك انا باخد 20 كيلو مشبك واحصل على 4 كيلو هديه او 2 كيلو بسبوسه هديه، لان بدي نص كيلو بسبوسه هديه على كل 5 كيلو مشبك او كيلو مشبك. فيقول لك انا اروح للراجل ده وقبل اي حاجه بدوقه الاول. وجمصه في بدايتها كانت عروس المصايف، كانت ياتي اليها المصيفين من الممثلين والفنانين ورجال الاعمال والمستثمرين يتهفتون على جمصه لما كانت تتمتع به جمصه من مناظر طبيعيه خلابه، ومن اكبر رقعه خضراء على مستوى مصر كلها كانت موجوده في جمصه، وحدائق تشتهر باشجار وورود نادره، والبلاج جمصه تتمتع ببلاج ليس موجود في مصر كلها بطول لا يقل عن 8 كيلو، يتمتع بالبلاج به رمله صفراء، مياه نقيه ليس بها اي صرف او عادم مصانع. جمصه كما يقولون مصيف الفقراء والبسطاء، اسعارها اسعار شعبيه. جمصه النهارده مدينه وبها صندوق انتخابي، وانا واسرتي متواجدين فيها ولي 13 صوت انتخابي فيها. مدينه ينقصها الكثير، يعني لو قارنا جمصه النهارده بدمياط الجديده لا شيء جنب دمياط الجديده. مدينه دمياط الجديده بنت عمر 15 سنه، جمصه بنت عمر النهارده 57 سنه او 60 سنه، تفتقر الى الكثير والكثير. عشان تنجح كمدينه سكنيه وتحل مشاكل محافظه الدقهليه وابناء محافظه الدقهليه، وتكون هي منبع الخير والرفاهيه والرخاء
لمحافظة الدقهلية لابد أن يقام فيها على الأقل التعليم الفني والتعليم معاهد، على الأقل يتنشأ فيها 5-6 معاهد ويتنشأ فيها جامعة. منذ زمن طويل ونحن نحلم ونسمع أنها تقام جامعة في جمصة، جامعة المنصورة. للأسف جامعة المنصورة ذهبت إلى محافظة دمياط وحرمت منها جمصة. هل هذا كان متعمدا لإسقاط جمصة والقضاء على جمصة؟ جمصة تحتاج إلى أشياء بسيطة جدا وهي تخليها من أحسن المصايف مستوى مصر كلها. النهاردة لما أقوم أهتم بالمنصورة الجديدة وأرمي فيها مليارات المليارات وانتظر عشرات السنين حتى أن تعود إلي بالفائدة، وأنا عندي مدينة كاملة متكاملة لا ينقصها إلا مكياج، لا ينقصها إلا قليل. لو ادخرنا دخل جمصة وأنفقناه على جمصة عام واحد لحولناها من أحسن المدن. أنا عندي كتلة سكنية في جمصة، عندي بنية تحتية، عندي مصيف قائم على أرض الواقع وله مميزاته، يحتاج إلى يعني شوية حاجات بسيطة، خدمات بسيطة. شهر عقاري، جمصة محرومة من شهر عقاري، جمصة محرومة من تطوير مستشفى جمصة وتحويلها لكي تكون مثل مستشفى الأزهر بتاع دمياط الجديدة، تفتقد إلى كل الإمكانيات والأدوات الطبية. جمصة تحتاج إلى وحدة مرور، احنا سمعنا أن في وحدة مرور معمولة على الدولي، طب ليه ما تشتغلش وينضم لها المقيمين في جمصة؟ جمصة تحتاج إلى مدينة ملاهي تكون تابعة إلى وزارة السياحة. جمصة تحتاج إلى مكتسبات، شيء يجذب المواطن المصري أن يجد في جمصة مترفهات. ليه ما يتعملش في جمصة مسرح قائم؟ ليه ما تبقاش جمصة مدينة تعمل صيف شتاء؟ لأن فيها كتلة سكنية كبيرة النهاردة وقدرة أنها تحل مشاكل الإسكان في محافظة الدقهلية، قدرة أنها تقضي على البطالة لأبناء محافظة الدقهلية. أنا بشتغل 60 يوم في السنة أو 90 يوم في السنة وبقفل طول السنة، ليه مشروعي؟ عشان الكتلة السكنية الموجودة في جمصة بسيطة، عشان الناس بتمشي بعد المصيف. أنا عاوز البلد تشتغل صيف شتاء. لو اشتغل الصيف شتاء هتشتغل إزاي إلا إن كان فيها مدارس ومعاهد كليات؟ المبنى ده يحظى على أكبر قطعة أرض أو مساحة أرض في جمصة، يبدأ من حدود قرية عثمان أحمد عثمان وينتهي بالصحافة والإعلام وفي نهايته قرية البنوك. هذا المبنى مخصص للمجلس الأعلى للصحافة للشباب والرياضة، معمول على قسمين، قسم سكني ومهجور منذ أكثر من 10 أعوام، وقسم للشباب يأتون العمل معسكرات للشباب ومهجور منذ أكثر من 10 أعوام، وأصبحت الأشجار تغطيه من كل جانب وأصبح خرابة. وهذا المبنى إهدار للمال العام، أوجه باسمي وباسم كل القانطين في جمصة نيابة عن كل أهالي جمصة صرخة إلى السيد وزير الشباب والرياضة، نحن أبناء مصيف جمصة مقيمين إقامة دائمة في جمصة ولنا كتلة تصويتية في جمصة، نستغيث بسيادتكم في أن تقوموا بفتح هذا المبنى حتى تجعلوه مركز شباب لأبنائنا المحرومين يستفيدوا منه بدل غلقه، أو يستغل عمل نشاط سياحي للدولة أو لدخل للدولة. ده يتعمل عليه فندق سيادة على مساحة 5 فدادين أرض. هذا المبنى يقدر في نظري أكثر من 10 مليار جنيه. المبنى مقفول مغلق نهائيا نهائيا، وأنا متحمل المسؤولية وأواجه أي إنسان. أنا ومعي ناس من جمصة وقدمنا مذكرة واثنين وثلاثة للسيدة رئيسة مدينة جمصة والسيد رئيس مدينة جمصة السابق وبعض القيادات السابقين، بنطالب بفسخ هذا المبنى وتسليمه إلى محافظة الدقهلية أو رئاسة مدينة جمصة وتحويله إلى مشروع للشباب القانط في جمصة. أنا النهاردة وأنا بقرأ الجورنان بتاع الأخبار بتاع النهاردة أنا سعدت جدا لأني لقيت فيه مقال إنصافا للحق وإحقاقا له. يعني ولأول مرة أشوف أن يعني قيادات تتحدث عن المهندسة سحر لطفي أنها يعني أثبتت وجودها في جمصة. الست دي تعمل 24 ساعة على مدار 24 ساعة على أرض الواقع بجد واهتمام وإخلاص، حاولت تصلح ما تم إفساده في الأعوام والسنين الماضية، بتحاول تعمل حاجة لجمصة، ولكن هي برضو يعني مكتوفة الأيدي، يعني الإمكانيات معاها ما تقدرش، مش قادرة عشان الميزانية. جمصة بتاخد ميزانية زيها زي أي قرية زي أي مدينة محدودة.
ما تقدرش تتجاوزها، لكن كل الشارع الناس المتواجدة في الشارع، كل فئات الشعب في جمصة بتثنى عليها، مكتبها مفتوح، تحل مشاكل الناس، تكلم مع الناس بشفقة وبرحمة، ما بتحاولش يعني تعقد المشاكل، بتحاول يعني تعمل ما في وسعها من أجل إعلاء شأن جمصة. وحسينا بالتغيير فعلا على أرض الواقع، إن جمصة بدأت تتغير مع السيدة الفاضلة المهندسة سحر لطفي والجهاز الذي يعمل معها. جمصة دي بلد حلو، بلد جميلة، بس هي ناقصها حقوق. شط جمصة معدوم، شط جمصة دي معدوم، الشط المفتوح على بعضه ده ما ينفعش يبقى شط مفتوح. جمصة الأول كانت ماشية بلد مستثمرية، الدور 7 أدوار 6 أدوار قصدي، والبلد المستثمرين بتشتغل على قرار معين، ولكن لما جم يشتروا واتخفض الأدوار اللي عملوها دي سقطوا المستثمرين، يعني خسروا المستثمرين اقل حاجه 3 مليون و4 مليون جنيه في الدورين اللي هم سقطوه. ليه؟ هو اشتري بناء ان هو يعمل رخصه 6 أدوار، فجه يدور يلاقي الرخصه 3 أدوار و4 أدوار، فهيروح فين بقى؟ فاتضرب، هو قرار المحافظ ضربه فيه، لما اتضرب خلاص هو غصب عنه لازم يعدي علشان لا يوقف البيت لغايه ما القرار يجي ورجعوا الأدوار تاني. فالارض كده وقفت، وكل المستثمرين وقفوا على هذا القرار. وقفوا ليه؟ عشان فلوس كتير، خساره خساره جامده. بالنسبه لمايو بقى، القرار اللي جه فيها بقى اللي ما يمنش ارضه تتسحب، طب هي تتسحب ليه وهي ما عليهاش فلوس للحكومه؟ ايه نسبه السحب ديت دلوقتي؟ يعني 4600 قطعه هتبنوهم ازاي في ثانيه وتبنوهم وتحط لهم القرارات؟ منعت منهم الشهر العقاري من جمصه، شهر العقاري في جمصه بس، جمصه فقط لغير تتمنع منها للشهر العقاري، يقول لك لا ابن البدرون والدور الاول وبعدين اعمل التنازل. هبحلني يا قلبي بقى، انا هديك فلوس ازاي علشان ابني باسمك وبعدين ارجع اعمل تنازل؟ مين اللي هيقبل على نفسه اللي يروح يدفع ملايين ويبني على صاحب القطعه وياخد عقد ابتدائي ملوش لازم، والقرار يحصل فيه قلق يقول له لا خد فلوس؟ يبقى دخلنا بمشاكل. مايو بلد جديده وبلد حلوه، ولكن ما تتبناش كلها مع بعض، الشوارع اتقفل انت ما تعرفش تمشي فيه من الزلط والرمل ما تعرفش، وده بقطع سلوك وده بقطع مواسير، كله بيبني. اما هو خايف لحته تروح بيبني دور وتبقى اي مباني يبني، ما هو ما معهوش. انت لما تروح الوقت تصور مايو تلاقي مايو الدور والتاني سايب الدور التاني ومحدش مكمل، هي تفضل كده عشان ما معهوش فلوس، اللي معاه بيطلع واللي ما معهوش ما بيقف غصب عنه. جمصه ما فيش فيها سياحه. ليه؟ ما فيش فيها خدمه. البشمهندسة اللي هنا بتكافح من كل مجهوده شمال ويمين طول الليل، احنا بنبص عليها وبتلف في الشوارع، بس مفيش قوة تساعدي. ما كانش معايا عزوة علشان امشي مدينة زي دي، مش هعرف. هي هتعمل ايه لوحدها؟ هي كتر خيرها من يوم ما جت هي بتفحر في الشوارع وبتفحر في الكهرباء وبتفحر في الزراعة، بس معاك ايه؟ قليل. هي اللي معاها ناس قليلة، اما هي بصراحة تعبت، بس التعب مش باين. مش باين ليه؟ عشان ما فيش في البلد ناس. يعني انا النهارده لما يكون معايا 25 واحد بتاع زراعه واخش بقى كده هنضف الشوارع، اطلع بقى كده هعمل الزراعه، اخش بقى كده اطلع الزراعه، واخد بالك؟ الراجل اللي هو مسك الكهرباء ربنا يكتر خيره ما بنامش طول الليل، المهندس ده ما بنامش طول الليل بصراحه. انا بشوف الراجل بتاع الكهرباء طول الليل ماشي في قلب الشوارع، طول الليل مش لاحق. وفرض المفروض بتاع الكهرباء يكون 4 عربيات، عربيه واحده هتعمل ايه ولا 2 هيعملوا ايه في مدينه زي دي؟ طول الليل بيجري في الشوارع، يعني هو الناس بتروح تنام وده موظف، وانا لقيت طول الليل ايه الحق؟ ايه ده شارع كذا ضرب، ده شارع كذا عمل، طول الليل بمشي في الشوارع. لما بحس العرق جاي من قفاه من وراه اقسم بالله انا قابلته لقيته بشر ميه. والمهندسه كتر خير بصراحه. انا لو محافظ الدقهليه اعاني جمصه الاول اللي هي بتاخد خزينتها للمحافظه،
اعاني جمص الاول اللي فيه كمصيف، اعانيه وعن المستثمرين اللي فيه وعن خدمات جمص، عشان دي بلد سياحي ونشط البلد، واخد بالك، واعمل الشارع العقاري في جمصة ونيابة في جمصة، اعمل شارع عقاري في جمصة ونيابة في جمصة، عشان الشارع العقاري موت جمصة خالص نهائي، عشان ما فيش فيها شارع عقاري، ما فيش خالص لا شمال ولا يمين. اما الاول عشان انا انشط البلد، الشارع العقاري الوحيد اللي بنشط بلدنا، بلدنا من اول من المستثمرين اللي كله شغل كله، ولكن جميع المحافظين ما عندش خلفية عنه. ليه ما حدش عمل حاجة في جمصة؟ ما حدش بيحط دماغه في جمصة. اللي بيجي لا يهد ادوار، لا يوقف حاجة، لا يحوش قرار، ما حدش حاطط دماغه في جمصة، هم عليهم ياخدوا فلوس ويودوها خزانة المحافظة ويسيبوا جمصة تكبر. رغم ذلك جمصة بلد جميلة، بلد حلو، عايز يدخلها ناس حلوة مش عارف. مش عايز تدخل الناس ليه؟ يقول لك يا محمد انا متعودني اجي عشان العجل يخبطني، ده التكاتك تركب فوقي، ده العربات الكهرباء اللي ماشية في الشارع بتبيع بطاطس، الحاجات دي كلها عايزة تتنفى من جمصة. زي راس البر بلطين ليه بلطين اللي ما تسماش مصيف، ما فيش فيها تكاتك ولا عجل ولا عربيه دبابه ما بيخش لي. ازاي جمصه يبقى فيها التكاتك دي؟ ده فيها 3000 توك توك وفيها 2000 عجل وفيها يجي 20000 موتوسيكل. اللي يمشي بعياله من كل يوم على الله نلاقي السرير، كل يوم على الله نلاقي الصويه، العجل ده واحد ركب على الميدان فوق مش عارف ايه، ده واحد ركب فوق عربيه، ده واحد ركب عجله ومعاه اولادها وركبه فوق عربيه وتقوم عربيه راكبه فوق. فكل ده عايز يخلص، كل ده يتنفع عشان يبقى البلد دي بلد عظيم. السيد المحافظ الجديد المفروض اما يجي نحاول نقابله في مدينة جمصة، نستقبله في مدينة جمصة ونقول له على مشاكل جمصة كله من الاول للاخر، عشان يعرف المشاكل اللي في البلد، واخد بالك. واجب اللي احنا نقول له على المشاكل عشان هو لسه ما يعرفش بقى حاجة، فاحنا نقول له على مشاكل جمصة كله، نقول له على الشهر العقار، نقول له على الادوار اللي راحت اوان، نقول له على المباني اللي في مياه والارض اللي سحبت زور في زور ملهاش لازم، واخد بالك. الحاجات دي كلها لازم نقولها له، واخد بالك. عماله في جمصه قليل، باشمهندسه بتتعب لوحدها قوي قوي قوي، فعايز عماله عشان تنظف البلد. طب البلد عشان تنظف البحر عاوز له 20 واحد، وعايز له 4 اوبرات عليه على الطريق يلم العكه اللي على شط البحر كلهم، ما فيش حد. فاحنا عاوزين نتقابل فيه شخصيا في مدينة جمصة ونقعد معاه ونقول له مشاكل بلدنا، علشان احنا بنهتم ببلدنا قوي.